لماذا تهجم الأفكار علي فور دخولي للصلاة ولا تكون قبل ذلك؟ الجواب: لأنك غني. نعم، أنت لست ملك، ولو كنت ملكا لما هجمت عليك، ولكنك غني. هناك مثال لبيت يريد أن يسرقه السارق، بيوت ثلاثة: بيت الملك وبيت الغني وبيت الفقير. يقول ابن القيم: إن السارق إذا أراد أن يسرق فإنه لا يسرق من بيت الملك ولا يسرق من بيت الفقير، وإنما يسرق من بيت الغني. قال: فإن بيت الملك فيه من الحرس والجند ما يمنع السارق من التوجه إليه، وأما بيت الفقير فبيت الفقير لا شيء فيه، فماذا عساه أن يسرق؟ لا يسرق شيئا، فيتوجه إلى الغني، لديه مال وليس عنده حرس. وكذلك أنت لم تبلغ القمة بحيث ما يستطيع أن يدخل عليك الشيطان، ولست فقيرا. سئل ابن عباس عن اليهود لماذا لا يوسوسون في صلاتهم، قال: ما يصنع الشيطان بالبيت الخرب، بيت لا شيء فيه، ماذا عسى الشيطان يصنع؟ دعه يوسوس. إن مما يعينك على الخشوع علمك أن صلاتك بلا خشوع تعب بلا حسنات. قد يقول قائل: كيف تكون بلا حسنات؟ أقول لك: النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الرجل يصلي الصلاة ولا يكتب منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. سبحان الله، على أساس تقسم؟ بحسب الخشوع، كلما خشعت أكثر كلما حصلت على أجر أكثر. إن خشعت 3 ركعات أخذت 3 ركعات، وإن خشعت 2 ركعتين أخذت 2 ركعتين، وإن خشعت 1 ركعة أخذت 1 ركعة. إن لم تخشع شيئا يخشى أن لا يكتب لك أجر. يعني كيف؟ الصلاة باطلة؟ لا، ليست باطلة، صحيحة، ولكن مسألة الحسنات مسألة أخرى. أسقطت الفرض لكن الأجر هذا أمر آخر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. فقد يقول قال: طيب، يعني إذا كان الأمر كذلك أترك الصلاة. نقول: لماذا تترك الصلاة؟ اترك الصلاة حال. يعني إنسان إذا خير بين ترك الخير وترك الشر يترك الخير؟ يا أخي اترك الشر. مثل هذا رجل يمشي على أرض حارة فانقطعت نعل رجله اليمنى، فأصبح يمشي تحترق رجله اليمنى ولا تحترق الثانية، فقال في نفسه: يعني واحدة تحترق والثانية لا تحترق، أحرق الاثنين أحسن. فنزعها وأصبح يمشي حافيا. طيب، البس نعل جديدة مكان المقطوعة. لا، يترك الخير بدل أن يترك الشر. هذا مثل يكون صالح ثم ينتكس ويقع في المعصية. مالك؟ يقول: يا أخي أتوب وأذنب، أتوب وأذنب، يعني خلاص ما أستطيع. يترك التوبة. طيب، يترك الذنب؟ لا، يترك التوبة، يترك الخير. كأنه يقول: لا بد أن أسرح أو ما أصلي. أخي الكريم، لو أنني قارنت لك بين اثنين، بين رجل يخشع في صلاته 90% وآخر لا يخشع إلا 10%، ولكن الذي يخشى 10% عاش عمرا مديدا يصل إلى 75 سنة، المحصلة النهائية ماذا سوف يحدث؟ تابع معي هذا العرض. لدينا هنا عمر، انظر إلى ألف عاش 75 سنة، باء عاش فقط 21 سنة. احسب معي، هذا يخشع 10% وهذا يخشع 90. الأزرق يخشع 90% والأحمر يخشع فقط 10% من صلاته. المحصلة النهائية: هذا صلى أكثر من هذا. سبحان الله، ما الذي حدث؟ يأتي هذا وقد خشع فقط 10% وعاش 75 سنة. طيب، ألغي 15 سنة، يبقى له من عمره 60 عاما. 60 عاما ما خشعت إلا 10%، يأتي يوم القيامة فإذا هو قد صلى 6 سنوات فقط. صليت 60، ما صليت عندنا إلا 6 فقط. لماذا؟ هذا خشوعك. وصاحبنا يخشى 90% فيأتي وقد خشع أكثر. هذا
لا أحب أن ينصدم فيه الإنسان يوم القيامة. قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اسمح لي أن نفتح المفتاح السحري للخشوع بعد هذا الفاصل. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بالسلام.